انت سويت سويت الدبق كل اللي احنا فيه بسبتك. اللي بسبتي هذا قبلكم آلاف، ولا عجبتك القعدة بالدوامات؟ نور عبد الله، ترى بقول لكم شيء، انا راح اوقع العقد، راح اوقعه، وبعدين انا معزمه ان احنا نكمل. جنى انت من صدقك ما سمعتي شي يقول؟ باكر يجوزونك اي شيء، ما لك حق ترفضين. نور نور حبيبتي، بقول لك شيء، ترى مليون وحده وخصوصا بهالمكان يتمنون الفرصه هذه اللي جايتني، انا ما راح اطوفها. تخيلي عاد وحده ثانيه تقعد هنا وتوقع، لا 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 بنجلط بموت. حسستيني ان احنا من غير هالصفقه راح ننقطع عن الشغل، وبعدين انت لك اسمك الحين بالسوق وعندنا شغل وايد الحمد لله، ما تحتاجين هالصفقه. حبيبتي فرصة مثل هذه ما تتطوف. نور نور انا ابي هالصفقة وراح اوقعها، يعني اوقعها يعني اوقعها. بقول لك هذا راح يختصر علينا طريق طويل، طريق يعني انا كنت احلم فيه اصلا. طريق طويل، انت وين رايحة؟ شهرة عالمية نجاح. انت غلطانة اذا تفكرين ان هالطريق راح يوديك للشهرة وللعالمية. عيل انت ليش وياي؟ لاني احبك، انا طول عمري معاك واشوفك اقرب انسان حقي، ما راح اسمح لك تضيعين نفسك عشان شهره وعالميه. جنى انت وايد تغيرتي، والمشكله انك حابه التغيير. نور 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 حبيبتي، ترى انا ما ابي اعيش حياتي القبليه، حياه عاديه رتيبه ما فيها شيء، اقوم من النوم اروح الدوام يستهلكوني يعطوني معاش نهايه الشهر. لا حبيبتي انا ابي شيء جديد، شيء كذي يطلعني فوق يخليني اصير سوبر ستار. انت تبين تصيرين السلعه اللي الناس يستهلكونك. اي شو الغلط؟ يعني راح يجي لك تاريخ انتهاء صلاحيه والناس تشوف سلعه ثانيه غيرك. مر عليك الفيديو؟ ايه مر علي. منو ما مر عليه الفيديو؟ شوفي انا كنت متوقع ان الناس تحب جنى بس مو لهالدرجة. طاي والله الله الله دبان دبان عليها مو وادم. طاي 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 شفتي اللي طاحوا هني؟ تدري شنو ذكرت؟ اول ما تزوجنا لما اشتهيت برد ورحنا محل البرد اللي تحبينه، تذكرين؟ اذكر. الله الله الله. طبعا صار فينا نفس الموضوع اللي صار مع جنى. فينا؟ فيك فيك يبا فيك انت اللي لما جو الدوريه وخذونا من اللوية اللي صار. انت تذكر يوم صار جمهور وفانزات وما قدرت اتنفس وتجمهروا علينا ويت الدوريه وفكتنا منهم، يوم اصور صوره وتنزل بالانستغرام وانا بالدوريه ورا وعباهم ان انا بالسجن، تذكر؟ اذكر. كان يوم حافل. قهوة طال عمرك؟ أي اسبريسو ولا ماكياتو؟ خلاص آسف آسف، أعرف اللي تحبين أعرف.